لم يخلو قانون الأحزاب الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق من سلبيات كثيرة. يسعى عدد من الناشطون المجتمعون في مجلس السلم والتضامن تسليط الضوء عليها والتأكيد على عدم دستورية مجموعة من مواد هذا القانون، أبرزها تتعلق بأحكام تأسيس الحزب وشروط تسجيله وكذلك مصادر تمويله. الملاحظات الرئيسية على هذا القانون، الملاحظة الأولى أن كثير من يتميز هذا القانون بهدر الحقوق الأساسية للمواطنين وخصوصا حق التعبير بإدراج مجموعة من الشروط التي تقيد الحقوق المكفولة بالدستور للمواطنين، وبما يتناقض مع نص المادة 46 من الدستور التي نصت بعدم جواز تحديد أو تقييد الحق أو الحرية إذا كان التقييد يمس جوهره. الملاحظة الثانية الرئيسية حول هذا القانون إن الكثير من مواده مقتبسة حرفياً من قانون الأحزاب رقم 30 لسنة 1991. تسعى عدد من المنظمات الغير حكومية لإلغاء المواد المعترض عليها والتي تتعارض مع الدستور، وذلك من خلال تقديم طلب إلى المحكمة الاتحادية. قدمنا اعتراضنا على قانون الأحزاب رقم 26 لسنة 2015 إلى المحكمة الاتحادية بسبب احتوائها على عدد غير قليل من المواد اللي تتناقض مع الدستور اللي يكفل حرية تنظيم الأحزاب السياسية وحرية التعبير بشكل مطلق. لذا احنا لاحظنا أن التقييد حرية تأسيس الأحزاب راح يخل كثيرا ب موضوعة مشاركة المواطنين بالحياة السياسية خاصة للشباب وللنساء وأيضا للعمال والكسبة والفلاحين بوضع شروط مجحفة بالنسبة لهم. وأنا باعتقادي هذا دليل أيضا يؤكد على سياسة التمييز والإقصاء والتهميش اللي مارستها الطبقة السياسية طيلة 13 سنة. ويجد الكثير من المتابعين أن قانون الأحزاب الذي جاء بمعدل 61 مادة قانونية أقر على عجالة وفق أهواء الأحزاب الكبيرة، فبعض فقراته في أجحاف كبير بحق القوى الفتية. قانون الأحزاب ففيه العديد من الشروط التي تتجاهل أن وجود قوى نامية فتية ولكنها معبرة عن وجدان الشعب. يعني قانون الانتخابات الحالي يكرس القوى القائمة أو ما يصطلح عليه بالطبقة السياسية الحالية. وبالرغم من إقراره بعد مخاض طويل وتجاذبات سياسية، يبدو أن قانون الأحزاب يصطدم ما بين إشكالية النصوص وإمكانية التطبيق، ما يجعل إعادة النظر في بعض فقراته ضرورة ملحة بحسب متابعين، سيما وأن مثل هكذا قوانين تشكل حجر الأساس لكل عملية سياسية صحية يتجاوز فيها الأخطاء السابقة. من بغداد، صالح طيب، المدى.